عثر خفر السواحل في أندونيسيا على العشرات من المهاجرين من مسلمي الروهينجا على شاطئ بإقليم أتشي الشمالي في حالة جوع وضعف كبيرين إثر قضائهم أسابيع في البحر فارين من القمع في ميانمار. ووصلت المجموعة المكونة من 58 مهاجرا في قارب خشبي وظلوا في البحر لأكثر من شهر. وتصنف بورما ذات الغالبية البوذية مسلمي الروهينجا في ولاية راخين غرب البلاد باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين. ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية والطقس السيء في الولايات المتحدة إلى 34 شخصا مع تأكيد وفاة 12 شخصا بولاية نيويورك. ويخشى المسؤولون أن تحصد العاصفة الثلجية المزيد من الأرواح بعد محاصرة بعض السكان داخل منازلهم. ولا يزال ملايين السكان في الولايات المتحدة يعانون من حالة من البرد القارس مع تساقط الثلوج بكثافة وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل. كما تسببت الثلوج الكثيفة التي انهمرت على شمال اليابان في مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 80 شخصا وتركت أكثر من 10,000 منزل دون كهرباء. هذا وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن العواصف الثلجية والأمواج العاتية في شمال اليابان وعلى طول ساحل بحر اليابان قد تتسبب في تساقط ثلوج يصل عمقها إلى 60 سنتيمترا. لقي 6 ركاب حتفهم وأصيب 2 بجروح بعد انحراف حافلة ركاب من على جسر وسقوطها في نهر شمال غرب إسبانيا. وقال متحدث باسم الشرطة إن عملية البحث والإنقاذ حول الجسر انتهت بينما يحاول المهندسون إيجاد طريقة لاستخراج حطام الحافلة بأمان من نهر ليريرز. وانحرفت الحافلة عن الطريق فوق الجسر لأسباب لا تزال غامضة وسقطت في الماء من على ارتفاع نحو 40 متراً.